انت شايف هو ايه نوع الخطأ اللي الامام يقع فيه اللي هو يستاهل ان انا ارده فيه؟ إذا كان يبدل آية رحمة بآية عذاب. يعني مثلا الشيخ لو قال مثلا فاستمعته الذي هو من شيعتي الذي هو من عدوي، ما فيش هو في الآية، ما ردوش هنا عشان ما رغبطوش؟ ممكن ترد وممكن لا ترد، هذه أمور انا ما سهلة. عليه الذنب لو ما رديتش. لا ما عليكش ذنب إن شاء الله. تمام، شكرا. السلام عليكم.